سؤال أخير قبل نهاية تفضل. الحلقة، الإخلاص ويا الرد، طبعا احنا قلنا له تأثير أول وأخير، شو تتوقع الردود إذا ما عنده عقائد يكون عنده إخلاص؟ لو لازم عنده عقائد يكون عنده إخلاص. والله هو شيء يكمل شيء، الإخلاص ينجح دائما الإنسان بأعماله، يكون إخلاصه لأهل البيت، إخلاصه للقصيدة، إخلاصه للمنبر الحسيني. هذا يجي من فترة لما العقائد يعني. عقيدة دائما يكون عقيدة موجودة. والفترة. والفترة هاي بعد فشي يعني. أم العقائد أنا أقول. نعم بالضبط. يعني الفترة يعني يا عبادي أعلاناتكم ترزقون. أنت الطوب وكامس كتاب الزيارة مع الإمام الحسين. إنسان أدخل وأدخل أدخل بينما هي دمعتين وأنت بالسيارة يمكن أفضل من أحسن.